قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 84 في 8 على 6 في 12 يساوي كام؟ 84 في 8 على 6 في 12 يساوي كام؟ 10 ثواني. إجابة خاطئة. ألاء أخذ إجابة حالا. ما فيش إجابة. في حد حاول يجاوب؟ 1324 ولا؟ 1344 يا بدري. هارد لك. سؤال ما كانش سهل. النتيجة في نهاية الفقرة: جامعة أسيوط 50، جامعة النيل 25. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون.